لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في ذكر الشبهات التي احتج بها من يجوزون التوسل بجاه الصالحين أو بذوات الصالحين. وكما بينا إنها أحاديث ضعيفة من حيث السند، ومعظمها إن لم يكن كلها لو صح سندا لما كانت فيه دلالة، لأنه الموجود فيه حق السائلين مثلا أو نحو هذا، وكل هذا المعنى الصحيح له أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فحق السائلين على الله تبارك وتعالى أن يجيبه، حق الممشى إلى الصلاة رفع الدرجات الثواب الذي وعد الله به على هذا. ولو صحت هذه الأحاديث لقلنا بمقتضاها، ولقلنا أن الأذكار الواردة فيها أذكار مشروعة، وفي ذات الوقت لما كانت دليلا على ما قالوا ولما احتججنا بها على الذي ذهبوا لي. هذا يدل على التهافت الشديد لما يتمسكون به، وعشان كده هم في الآخر بيضطروا يتكلموا على انه الـ 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 انه لا يوجد نهي صريح عنه، انه لا بأس نعمله. يعني هم عارفين ان الدعاء ان هذا النوع من التوسل عليه دليل قولي او فعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة بعيد جدا. الأدلة اللي بيقولوها صحيحها يدل على خلاف مقصودهم تمام، وحتى الضعيف منها لا يدل على ما يقولون إلا بتأويل متعسف منهم، والأولى حمله على موافقة الأدلة الصحيحة وليس موافقة ما يدعونهم. فهم في الآخر بيرجع يقول لك لا، طب خلاص يفترض أنه معلوش ده أدلة، إيه دليلك على النهي؟ دليلنا على النهي أن العبادات مضارها على توقيف، وأنه لا يجوز يعني فعل عبادة دون مستند، فضلا عن عدول الصحابة ضل عنهم عن هذا، فضلا عن يعني الأصول العامة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نستكمل النصوص التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله بالأحاديث الضعيفة التي احتجوا بها، وبيان ضعفها، وبيان أنه على فرض صحتها فلا حجة فيها لما يقولون. فمن هذا من ذلك الحديث، يقول الألباني رحمه الله الحديث الخامس عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليق المهاجرين. لو تفتكروا احنا بنتكلم على السنة وعلى رواية الحديث بالمعنى، ان الحديث ده هل هو باللفظ ام بالمعنى؟ بالمعنى جزما، لان هو يقول لك كان سلم يستفتح، ما قالناش ايه نص الدعاء اللي قاله، وبالتالي ابتداء كده ده محتاج يفسر بالسنة الفعلية التي روت افعاله صلى الله عليه وسلم واقواله ونحو هذا، اذا قلنا انه صحيح عنه ليس كذا. يقول: فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن ينصره ويفتح عليه بالضعفاء والمساكين من المهاجرين، وهذا بزعمه هو التوسل مختلف فيه نفسه. يعني هل هم كأنهم لما يحتاجوا بهذا الحديث يقولوا طب يعني إيه، قدر لي الدعاء القولي اللي أنت متصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. إذا أنت حملت الحديث ده أكيد إيه بالمعنى، مش كده بيصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيء ما لو افترضنا صحته يعني أمام الصحابة رضي الله عنهم، فوصفوه لنا أن هذا يسمى استفتاحا بالإيه؟ بالضعفاء. فهل هم المحتجين بهذا الحديث
يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بجاه هؤلاء الضعفاء، ولا لا ولا بحقهم؟ ولو قال بحقهم هنرجع تاني حق الضعفاء أن إيه؟ أن يرحمهم. يبقى الحديث ده زيه بالظبط زي إيه؟ زي حق السائلين. ومع هذا فالظاهر أنه حتى كلمة حق الضعفاء ما كانتش بتيجي هكذا نصا، وإنما كان يعني يسأل الله تعالى بما هو أصرح من هذا. يعني لو افترضنا أن احنا قدرنا الكلام أنه كان يقول اللهم بحق هؤلاء الضعفاء، هيبقى حق هؤلاء الضعفاء على الله إيه؟ أن يرحمهم وأن يجيرهم وأن ينصرهم. طيب ده هو الواقع أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله يعني بدعاء صالح، يسأله إيه؟ نصره لهؤلاء الضعفاء، يسأله وعده الذي وعد. يسأل فالشاهد في السنة أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح اللي ممكن أن يحمل يفسر به يستفتح هذا كان يعني ظاهر جدا، مع أنهم لو قدروا الكلام طبعا لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه عند الله عظيم، ونحن وهم متفقون أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وجاهه هو أعظم جاه لمخلوق، فمش معقول هو حيتوسل بجاه إيه؟ بجاه الضعفاء، والضعفاء مش مدعى لهم جاه، ده هو لا عندهم حالة ضعف تستوجب الرحمة، تنزل عليهم الرحمات، فإذا غايته أنهم يقدروا أنه كان يقول إيه؟ اللهم بحق هؤلاء الضعفاء. لو صح هذا لقلنا به، بل يمكن أن ندعو بهذا إذا استحضرنا أن النية هي إيه؟ أن حق الضعفاء أن ينصرهم الله وأن يجيرهم وأن يرحمهم، ولكن سدا للذريعة ولأنه غير ثابت فبندعو بالإيه؟ بالثابت، يعني أسلم وأبعد عن الشبه، ولكن لو صح لما كان كان. نعم. قال والجواب من وجهين. الأول ضعف الحديث، فقد أخرجه الطبراني في المعجم، في المعجم الكبير حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي عن أبيه عن أمية به، وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد به. الشاهد يعني انه الحديث مداره على رواية سفيان عن ابي اسحاق عن امية، وامية قال قلت مداره على امية هذا ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل، والمرسل ايه من انواع الضعيف، قلنا انه خلافا لبعض الفقهاء ممكن يحتج بالمرسل احيانا، والبعض بيفرق بين مرسل كبار التابعين وصغار التابعين، وقلنا الراجح ان الارسال ان التابعي يرفع الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا انقطاع، والسقط الذي في السند لا نجزم انه ايه؟ انه صحابي، لان التابعين كان يروي بعضهم عن بعض وبعضهم ليس ثقه، فيبقى اذا هذا الحديث دي العله الاولى، فالحديث مرسل وفيه علة أخرى وهي اختلاط أبي إسحاق وعنعنته، لكن هنا يعني في علتين، واحدة منهم مأمونة الجانب هنا اللي اختلاط أبي إسحاق لأن سفيان أخذ عنه قبل الاختلاط، لكن فضل أنه هو إيه؟ عنعنة وهو إيه؟ مدلس، يبقى عندنا في مشكلة في أبي إسحاق، في عنعنة أبي إسحاق في مشكلة، هو الألباني قالها ورجع استدرك عليها بمعنى استتماما للبحث، يعني ان انت لما بتلاقي رواية ابي اسحاق عندك مشكلتين، صرح بالتحديث ام لا، والحديث ده من رواية مين عن ابي اسحاق، لانه اختلط فمحتاجين نعرف الراوي عنه اخذ عنه قبل الاختلاط ام ايه ام بعده، فقال بالنسبة للاختلاط خلاص ما فيهاش مشكلة لان الراوي عنه سفيان واخذ عنه قبل الاختلاط، ويبقى علة العنعنة. يبقى الحديث كده فيه علتين، العلة الاولى عنعنة ابي اسحاق، ثم انت في ثم انه مرسل، يعني حتى لو تغاضيت عن عنعنة ابي اسحاق وافترضت انه صحيح الى امية بن خالد
فهو أيضا سيكون مرفوع إلى، يعني سيكون مرسل من مرسل هذا التابعي الذي لا تعرف له صحبة. طيب، اللي احنا بنقوله تقريبا في كل الأحاديث اللي احتجوا بها أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين. ده لو حملناه على أنه إيه طلب منهم أن يدعو، مش كده؟ وإلا هو ممكن لو تخيل مثلا نفسه دعا، فيعني لا يتصور أن يقول أتوسل إليك بجاه هؤلاء، لكن لو على أقصى درجة تقدير هنقول زي ما قال إيه حق السائلين، أسألك بحق السائلين، هيبقى هنا يقول أسألك بحق الضعفاء، وكلها صفات الله عز وجل من رحمته وإجابته للدعاء ونحو ذلك. قال المنوي في فيض القضيه كان يستفتح، أي يفتتح القتال، من قوله تعالى أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ذكره الزمخشري. ويستنصر، أي يطلب النصرة بصعاليك المسلمين، كلمة صعاليك يعني فقير، أي بدعاء فقراء. طبعا معناها الآن العرفي مختلف شوي، لكن هي لا يعني تعني، لا تعني أكثر من هذا. ها، قال أي بدعاء فقرائهم الذين لا منهم، يعني قل للفقراء ادعوا الله، أنتم أقرأ عندكم سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهو أنكم أكثر افتقارا الله تبارك وتعالى. فيبقى إذن هذا يعني من المشروع بلا شك. يقول وقد جاء ذلك التفسير، أو جاء هذا التفسير من حديثه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تفسير السنة بالسنة أولى من أن احنا نحملها على أهواء هؤلاء. أخرجه النسائي بلفظ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بضعيفها هنا في محذوف، يعني بحق ضعيفها ولا بدعاء ضعيفها ولا بجاه ضعيفها جدلا يعني، لكن المحذوف ده إيه فسر في الحديث نفسه، بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وسنده صحيح وأصله في صحيح البخاري. لقد بيّن الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم. ومما يؤكد هذا أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ كان يستفتح ويستنصر، فقد علمنا بهذا أن الاستنصار يعني هو بيقول إحنا الحديث اللي هم احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، كان يستفتح بضعفاء الإيه؟ بصعاليك المهاجرين. وبعدين هو جاب لهم حديث مفسر له أنه كان يستنصر بهم بدعائهم وصلاتهم، وعشان يأكد لهم أن هو الاستفتاح ده أي طلب الفتح هو بعينه الاستنصار، وإن كان ده واضح جدا لغة، قال لهم لا، وكمان ده جاي في الحديث في إحدى الروايات وكان إيه يستفتح ويستنصر. يقول فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، وهكذا الاستفتاح. وبهذا يكون هذا الحديث إن صح دليلا على التوسل المشروع وحج على التوسل المبتدع، دليل على التوسل المشروع. وطالما انه صار التوسل المبتدع لم يأتي في اي موقف انه فعل، الصحابة دعم كانوا يطلبون من سلم الدعاء كما ذكرنا في بداية البحث في مواطن كثيرة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انهم كانوا يذكرون هذا، انهم ذاكرين له تماما، ولكن ثمة مانع وإن لم يصرحوا به، ولكن لا يخفى على ذي عقل ولب أنه لأنه كأنما كانوا يتوسلون بدعائه، فامتنع يتوسلوا بدعاء العباس يعني رضي الله عنه. والأحاديث حتى مع الضعف الوارد فيها مضارها ما فيهاش حاجة فيها جاه، مضارها على إيه؟ حق السائلين، حق ممشى المصلي إلى الصلاة
الاستنصار بالضعفاء جاء هكذا مجملا، ثم جاء تفسيره في روايات أخرى أنه إنما يستنصر بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فيبقى الكلام كله دائر ما بين الثلاث أنواع المشروعة اللي احنا قلنا عليها: توسل الله تبارك تعالى بأسمائه وصفاته، حق السائلين، وحق ممشايا إليك. كل ده نوع من التوسل بإيه؟ بأسمائه وصفاته. أو التوسل بالعمل الصالح، وده فعل الضعفاء مثلا هنا لما هم هيدعوا ويصلوا ويخلصوا، هم يتوسلوا الله بإيه؟ بعملهم الصالح. وتوسل العبد بأن يطلب من غيره من الصالحين الدعاء، وده الوارد في توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد توسلهم بدعاء العباس رضي الله عنه، بل وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه يأمر الجميع أن يدعو، ومنه دعاء الصالحين رجاء أن يكون أن يجاب دعوتهم في حق الجميع. فدي يمكن اعتبارها نوع من التوسل بدعاء الرجل الصالح، وأن كان لم يكن يسألهم شيء خاص وإنما شيء عام، ولكن يدخل في هذا عموما. طيب، تقريبا العلامة الألباني رحمه الله يعني رتب الأدلة حسب درجة إيه يعني الـ يعني كل ما مضى مشكلتنا مع أنه ضعيف، لكن إن صح لن يخرج عن أنواع الإيه التوسل المشروع الثالث. بدأنا يعني الحديث اللي واضح فيه بقى إيه علامات الوضع فيه ظاهرة أو بتبقى باينة على طول كده يعني، وده شيء يدركه كل من له يعني دراية بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد الاختلاق بيظهر. وده هيبان معنا في الحديث السادس عن عمر، يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا هكذا. طبعا السند هنقول فيه اشكال شديد الضعف بالموضوع، يبقى ما لا عمر رضي الله عنه قاله ولا ايه ولا سمع من الناس ولا شيء، بس هو يروى بسند ما نهايته ايه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يروى. حكمنا عليه ايه؟ نثق فيه ولا لا بنثق فيه؟ لا، بنقول ده شديد الضعف لا نصدقه قط، بل يعني درجة يعني الرفض له تزداد لما نلاقي ان في راوي وضاع، بل لما نلاقي بقى بعد كده مخالف للأدلة الايه الصحيحة سواء في الأخبار او الأحكام كما سيأتي. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. وأنا إيه كأن آدم عليه السلام توسل إيه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، برضو ما فيهاش جاه مع هذا يعني. وإن كان فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا الحديث ده يعني إيه في عند بعض الخطباء من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لازم يتقال في الجمع والأعياد، واللي ما يعرفوش يبقى لا يعرف الإسلام. وده سبحان الله النفس مولعة بالغرائب يعني الـ 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 وطبعا ايه الشيطان لا يمرر الباطل الا من خلال بعض الحق، فالناس بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف بقى ايه مكتوب اسمه على قوائم العرش. والله العظيم يعني سبحان الذي اسرى بعبده اعلى شأنا بكثير من كل الكلام ده، أن الله تبارك وتعالى يعني يصفه بالقرآن بمقام العبودية، وفي رحلة يعني كرمه فيها وشرفه يعني. لكن الشيطان بقى إيه مع استثمار الجهل هيخلي اللي يعرف كما كان عمر رضي الله عنه إيه يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، اللي يعرف مش يعني مش بيحاول ينمي حب الناس في قلوب الناس ويقول لهم الحب ده العاطفة دي يغذيها بالأشياء الصحيحة،
حب النبي صلى الله عليه وسلم وازداد حبا له، واعرف فضائله، ادي فضائله في القرآن، وادي فضائله في السنة، وادي منزلته عند الله تبارك وتعالى، الى غير هذا. مش مع هذا الكسل يقوم التنين اللي بينشطه ويقولوا غرائب. الناس عايزه تحب، يجي عايز يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يلاقيش بيتقال له من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الا هذا الكذب. فهنا قال يا الله ترك كما يروى يعني في هذا الحديث المكذوب، قال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمي إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. طبعا انت لك انك ايه تقعد تتساءل، يعني آدم عليه السلام اول حاجة وقعت عينه عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، وادخر السؤال عن ايه هي دي يعني، والكلام ده كله الى ان ايه وقع في الخطيئة وتاب، يعني والله تبارك وتعالى لم يخبره بالعلة من خلقه الا بعد ايه ايضا ما وقع في الخطيئة. كل دي اشياء يعني تثير تساؤلات، والسند من الاول خالص يعني السند فيه اشكال. قل أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر، وقال صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي بقوله قلت بل موضوع. عندنا أزمة كبيرة في مستدرك الحاكم، والعلماء محتارين في مستدرك الحاكم. الحاكم له مكانته في علم الحديث، ومع هذا هو عامل كتاب المستدرك على الصحيحين، يعني مفروض يكون الكتاب ده فيه ايه، فيه أحاديث بأسانيد روى بها الشيخان وفاتهما هذا المتن. المستدرك بيقول ما هو مش بيألف كتاب حر كده، لا، المستدرك بيقول انت البخاري بتروي لمجموعة رواة، اعتبرت ان دول اعلى ناس، ممكن كتاب تاني يقول انا باخد ايه الرواة الثقات و خفيف الضبط وبجتنب من لهم مناكير، ولما اجي اعمل مستدرك عليه اقول له بص بقى الحديث ده لراوي عندك وعلى شرطك وانت ايه ما ادركتوش. يبقى المستدرك باخد شرط كتاب واقول له كان في احاديث فاتتك، انت قلت لي في وصف كتابك هتدرك فيه الاحاديث اللي وصفها كذا كذا كذا. طيب وبعدين في احاديث على شرطك ولم ايه ولم تدرك كويس. فهو مفروض الحاكم بيجيب لنا متون فاتت الشيخين وهي على ايه على شرطهما. العلماء قالوا ده 50% بس من الكتاب، صدرك الحاكم 50% منه فقط اللي يستحق وصف ان هذه احاديث مستدركه على الايه على الشيخ. وطبعا الاستدراك ده مش معناها انها فاتتهم، وارد يكون تركوها عمدا اختصارا، وارد تكون فاتتهم، يعني مش هي دي القضيه، هي بتفيد اللي جاي بعد كده. لو ان اللي بيالف المستدرك خدمه كويس، انا اعتبر المستدرك ده كأنه امتداد حديثي للكتاب الأصلي، بغض النظر بقى فات من المؤلف ولا المؤلف تركها اختصارا إلى غير ذلك. تمام. المستخرج بيبقى عكسه بقى، أقول أنا والله هجيب نفس المتون اللي عند المصنف بأسانيد أخرى فنستفيد منها تعدد الإيه الطرق،
وغالبا بيبقى الرواية الأخرى مختلفة في ألفاظ ممكن تكون شارحة أو موضحة أو مؤثرة في المعنى. ده إيه؟ ده المستخرج. يبقى ما يبقى أنا ما بيبقى عندي كتاب له قبول وله أهمية في علم الحديث غالبا ألاقي اتعمل عليه إيه؟ مستدركات وإيه؟ ومستخرجات. خلينا في مستدرك الحاكم. هو قال أنا هذا مستدرك على الصحيحين. فالعلماء قالوا لا، ده هو نصفه فقط على شرط الشيخين. طيب وربعه صحيح وليس على شرط الشيخين، وربعه ضعيف، بل وفي بعضه أحاديث موضوعة زي إيه؟ زي الحديث ده. لذلك تعقبوا من بعده. طبعا اللي تعقبوا انه خد الكتاب من اوله لاخره بيعلق عليه الذهبي، ماشي. لكن عموما العلماء بيناقشوا. ولذلك انت بقى كطويل بعلم لما بتلاقي رواه الحاكم في مستدركه ما بتفيدكش في حاجه. وبلاقي مثلا رواه البخاري ومسلم بقول اكيد صحيح، مش كده؟ انا عندي التخريج والتحقيق. تخريج انا كده في كتب الفقه وكتب العقيده وكتب التفسير الشائع، كل الكتب اللي صنفت بعد عصر تدوين السنة في العقيدة أو الفقه أو التفسير أو خلافه بلاقي المتن بس، وبالكتير بيقبل يجيب لي اسم الصحابي عشان أترضى عليه، وعشان أحيان كتيرة بيبقى إيه؟ بيبقى هو جزء من القصة، وعشان برضه أميز يعني أسمي الحديث على الأقل باسم إيه؟ ما رواه. لكن فين السند؟ مفيش. ألاقيه فين السند؟ لما يقول لي رواه فلان. ده التخريج، بيحلني على المكان اللي فيه المتن ده مع الايه. طب هعمل ايه بالسند عشان اشوف اطبق عليه شروط الايه؟ القبول والرد. في تخريج بيغنيني، وهو اذا كان الكتاب صاحبه يشترط الايه بالذات الصحيحين، لأنهم في الجملة هم اشترط الصحة وحصل لهم ما اشترط. يبقى أنت لما بتقول رواه البخاري أو رواه مسلم فضلا رواه المتفق عليه أو رواه الشيخين ده كويس، رواه الحاكم زيه زي ما تقول رواه الترمذي رواه النسائي، بل ربما هو عنده ربع الكتاب أحاديث لا نجد أو يعني درجة من درجات الأحاديث شديدة الضعف التي ترفع عنها رواة الكتب الإيه؟ السنن الأربعة. المهم يعني هنا الحاكم يعني لما بلاقي المسألة سهلة جدا إن ألاقي حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وبعدين الذهبي تعقبه وتعقبه تعقب عنيف زي يقوله بقى الموضوع، ما ينفعش حد بقى يلبس على الناس يقول ايه اخرجه الحاكم وصححه. الحاكم نفسه بقى ايه كانت ايه مشكلته؟ الله اعلم. لكن معظم العلماء بيقولوا كانت مسودة. وهنلاقي هنا انه مثلا عبد الرحمن بن زيد اللي هو يعني سبب الذهبي قال على هذا الحديث انه موضوع، الحاكم نفسه قال عليه كده في مكان اخر، وده اللي يؤكد ان المستدرك ده ايه كان مسودة. وممكن يكون يعني هنا بص هو بيقول لك ايه، وهو اول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم في هذا الكتاب. وارد يكون ما كانش يعني خد موقف من عبد الرحمن بن زيد، وفي حديث اخر لعبد الرحمن بن زيد في ذات الكتاب قال ان هو ايه ضعيف شديد الضعف او وضاع. يبقى الحاكم نفسه بيرد على نفسه بس في موطن اخر، لكن في نفس الموطن ده الذهبي ايه تعقبه. قلت لكم ان احنا المسائل دي فيها شوية بحوث حديثية، يسعك ان تطمئن تماما الى كلام شيخ الاسلام تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة،
واللي كرره العلامة الألباني مختصرا في كتاب التيسير أنواع وأحكامه اللي احنا بنقرأ منه، سواء الجزء الفقهي في الأحاديث أو الجزء الحديثي. بالإضافة أن الألباني طبعا متأخر وإتقانه يعني توفر لديه الوقت في تتبع الطرق ونحو هذا. أنت يسعك يكفيك هذا جدا، بالإضافة لعلامات أخرى موجودة في الحديث اللي بيحتج به، ولكن أحيانا البعض سيجد أن التنين واخدنا في بحث حديث يقول لك أصل أنتم مقلدين للألباني، والألباني ورطكم، والحديث صححه الحاكم، والحاكم ولا الألباني، طب الحاكم ولا الذهبي، طب أنت في المواطن في النهاية. زائد أن في الآخر ما احنا مش بنتكلم على أشياء يعني في علم الغيب، هو الحاكم قال والله الحديث ده صحيح وقال انه ده اول حديث هو يذكره فيه هذا الراوي، وهو نفسه اللي رجع في موطن اخر وقال ان الراوي ده مشكلة، والذهبي قال لنا ده الموضوع معناه معارضته للقرآن، معارضته للأحاديث الصحيحة الى 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 غير ذلك. فيبقى لو قدرنا نفهم البحث الحديثي كاملا يبقى افضل بلا شك. ما قدرناش على الاقل لو انت هتقلد هؤلاء الائمه الاعلام هتبقى مطمن ان هم مش كان حديث صحيح خالف هواهم فيعني انتحلوا القول بضعفي، لا ده التنين للعكس، حديث ضعيف ده الموضوع وافق هواهم وايه وزل بقى من عالم قال صحيح وهي باينه زي الشمس، وكمان مش زله جات لك زي ما هي، ده حد تعقبه في نفس الموطن، لكن هو هيبقى حريص يقول ايه ان الحاكم صححه ويغفل تعقب الذهبي، او على الاقل يقول لك لا ما انا والله موافق للحاكم. طب قول لنا وافقته ليه بقى. ماشي. في النهاية هذه المسائل مرتبط بها بعض بحوث حديثية يجبر بطالب العلم أن يحاول أن يتقنها عشان يكون يعني مطمئن تماما إلى ما يذهب إليه، ولكن لو ما أتقنهاش على الأقل يعرف يعني أن يعني علامات اتباع الهوى لدى المخالفين للسنة واضحة جدا حتى في ادعائهم ان هذه الاحاديث هم ذهبوا الى صحتها، وطبعا هيكذبوا علينا ويقولوا لنا ولكنكم تركتم تصحيح الأئمة وقلتم بتضعيف الألباني. لا ده هو الحاكم وهو معروف ان في مشكلة ما في المستدرك، اما انه متساهل واما ان الكتاب كان مسودة واما الاثنين وده الراجح، وانه الحديث ده بعيني تعقبه في الذهبي بانه مش مجرد ان الحديث ده ليس على شرط الشيخين ولكنه صحيح، لا ولا حتى ان فيه مقال، ده قال له ايه بل موضوع. لفظة مسودة رجاء توضيح يعني ايه مسودة؟ مسودة يعني ما اتحطتش في الكتاب لسه يعني كان اجاره كده مثلا. هو عنده مشروع المستدرك على الصحيحين، فبعدين بيلاقي الحديث يعني ده السند والله ده يعني معظم رجاله في الصحيحين، احطه في الكتاب ولا استنى لما راجعه تماما؟ وحتى لو كل رجاله في الصحيحين هو في علة ما منعتهم من الرواية من الحديث ده بالذات مثلا ولا لا؟ ده لو هو عايز يعمل مستدرك فعلا نقول ان الاحاديث اللي فيه على قوة احاديث الايه الصحيحين. الظاهر ان الحاكم كان مجرد ما يشتبه عليه ان الحديث ده رجاله اخرج لهم البخاري ومسلم بيدونه على انه هيجي في مرحلة وينقح، وافته المالية قبل هذا التنقيح. ده تخمين، اللي مش عاجبه التخمين ده ولا خلاص ما فيش كأننا ما قلناش حاجة.
الواقع يقول ان الذهبي تعقب الحاكم، وان العلماء قالوا لنا بصوا احنا بعد تعقب الذهبي وغير الذهبي لقينا 50% فقط من الكتاب يصلح ان يكونوا مستدركات على الصحيحين، لقينا 25% يعني لقينا النصف تقريبا احاديث صحيحه على شرط الشيخين، لقينا الربع احاديث صحيحه ولكنها ليست على شرط الشيخين، فادراجها في الكتاب يخالف شرطه هو بقى. ما انت بتقول انا بستدرك على الصحيحين مش بعمل كتاب في صحيح وخلاص، ماشي. وربع احاديث ضعيفه بل فيه احاديث واهيه بل موضوعه. جبنا الكلام ده منين؟ من كلام الذهبي وغيره. الحديث ده من اللي قال في الذهبي ايه؟ موضوع. نعم. بيحكي لنا الالباني كلام كلام الذهبي وروايه اخرى رواها الطبراني، وبيقول ان بعض الغماري وغيره يعني قالوا الالباني ماسك في روايه الحاكم عشان يقول الايه الذهبي قال انه موضوع، وعما عن اتباعي انه في روايه ثانيه عند الايه عند الطبراني بيقولوا طب ما هو الروايه اللي عند الطبراني فيها نفس الرجل يبقى يعني. وكما ذكرنا عشان كده بنحذر محاولة أهل البدع إخراج بحوثهم في صورة تبدو سلفية، تبدو سنية، تبدو أنها هم الصوفية بتوع حدثني قلبي عن ربي والذوق والوجد وبتوع إيه إن البدعة الحسنة ويوسعوها بقى البدعة الحسنة دي عندهم كل أنواع. وبعدين طيب كل الكلام ده فيه ردود أصولية عليه، وجوب اتباع كتاب السنة فهم سلف الأمة، إن السنية ترك أو لزوم ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العبادات، وإن الترك هنا ملزم غير باب المعاملات دي كلها. فهو من باب يعني مخاطئ يعني الكتاب خلاص احنا عندنا أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة على مشروعية هذه الأقوال، هو بيحاول قدر الإمكان يقوي حجته، فيقوم يقويها بإيه؟ بإنه الأحاديث الضعيفة يصححها يقول لك آدي دليله، فيلعب في الثبوت وبعدين يرجع تاني يتلاعب في الدلالة، لأن إلى الآن كل الأحاديث اللي احنا عنوانا لها بأنها أحاديث ضعيفة يحتجون بها على التوسل البدعي لا دليل فيها على التوسل البدعي لو افترضنا ايه صحتها. الحديث ده مليان بقى مشاكل سندا ومتنا، مشاكله في السند انه موضوع، دي حلوها بايه؟ قال لك يا عم خلاص انتوا اللي عدت عليه يقول لك رواه الحاكم وصححه عدت، اللي رجع رد لقى ارى رد ابن تيميه ورد الالباني وغيره على ان يا اخوانا الحديث ده موضوع دي مما من مشاكل الحاكم، قال لك لا لا انتوا اللي مش واخدين بالكم ده في روايه عند الطبراني، ترجع تاني محتاج برضه تقرا وده ما روايه الطبراني فيها نفس الرجل اللي بيها اللي من اجله الذهبي قال موضوع، طب ازاي انت قلت تقول لي روايه تانية؟ فهكذا نقعد ايه يعني محاوله لتمرير هذه الاحاديث المتهالكه سندا ثم محاولة تمرير دلالتها لأن معظمها ليست في هذه الدلالة. القضية هنا بقى الحديث ده ربما يعني مناقضته يعني لما تيجي تناقش المتن بتاعه هتلاقيه يعني مليان مشاكل أخرى غير إن هو السند فيه يعني كذاب أو وضاع مما يقتضي الحكم على الحديث بالوضع أو على أحسن الأحوال الضعف الشديد جدا. طبعا المنهج ده هو منهج السبكي والألباني يعني نقل لنا من ردود الحافظ بن عبد الهادي على السبكي في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، انه هو بيقول يعني هو بيقول الكلام اللي انا بقوله لكم بالبلدي ده يعني، بس كلام الحافظ عبد الهادي لو تقروه يعني في غايه الجزاله
وبيبين لك فداحة يعني الجريمة للأسف يعني التي ارتكبها السبكي رحمه الله بمحاولة تمرير هذه الأحاديث المتهالكة دفاعا عن ما أشرب حبه من هذه الانحرافات. السبك المقصود هنا الأب ولا ابنه؟ الاثنين، بس هو المقصود هنا الأب. هنا الألباني بيقول طب يا اخوانا القضية مش مجرد حتى يعني عبد الرحمن بن زيد، ده في علل أخرى كمان من جهة السند، وده مما يزيده ضعفا. يعني الطريق إلى عبد الرحمن بن زيد نفسها فيها إشكال، فهو يعني فده مما يؤكد أن الحديث متهالك سندا. أما المتن وده مهم جدا بقى نعرف، الحديث مخالف للقرآن، ان الحديث فيه ان سبب المغفرة هذا الدعاء المدعى في متن هذا الحديث ان قاله آدم عليه السلام، وان كمان في إحالة على انه بداية خلق آدم عليه السلام وجد ان العرش مكتوب عليه لا إله إلا محمد رسول الله، وكمان ان الله ترك تعالى قال لآدم عليه السلام ولولا محمد ما خلقتك، وكل دي أخطاء مخالفة للنصوص الصحيحة. فالقرآن فيه أن الله غفر لآدم عليه السلام بسبب الحديث بيدعي أن آدم غفر لآدم عليه السلام بسبب توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يقول فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فيبقى إذن ده يخالف القرآن في أنه ذكر أن الله علم آدم صيغة استغفار استغفر الله بها وتلقى هذه الكلمات من ربه وقالها فتاب الله تبارك وتعالى عليه. والجمهور المفسرين على أن هذه الكلمات هي المذكورة أيضا في القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا القرآن يبين كلام غير المذكور في الحديث خالص ومخالف له في موضوعه ونحو ذلك. الأمر الآخر هم لما ادعوا هذا الأمر ادعوا فوقه أن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام ولولا محمد ما خلقتك، يعني لولا محمد ما خلق آدم على حد هذا الحديث، ومن ثم ما خلقت البشرية، احنا كلنا ايه بنو آدم. هذا المعنى لو كان صحيحا يعني لا تحفظه الأمة، يعني لا ينزل الله في كتابه الأمر اللي احنا قلنا، يعني هو من جهة ده الغاية من خلقنا، ومن جهة ده من أعظم يعني ما شرف به النبي صلى الله عليه وسلم لو صح مش كده، وهذا لا يذكر كتابا ولا في السنة الصحيحة، وإنما يختص به رجل كذاب هو بس اللي يقوله. يعني هل احنا يعني هل يصار شيء من بهذه المثابة من الأهمية؟ وهل ده يتفق مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ الأمر الآخر الله تبارك وتعالى أخبرنا بالغاية من خلقنا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم هنا يدعون غاية أخرى وعلى أحسن الأحوال غاية إضافية. طب احنا سنضيق ده، العلماء بيحتاطوا جدا في إيه؟ ان السنة الصحيحة اذا كانت بتضيف شيء للقرآن، مع ان الصحيح انه هي حجة في هذا، لكن ما بال انك انت القرآن يذكر وما خلقت الجن والإنس إلا، اسلوب ايه حصر، وانت جاي عايز تضيف له بايه بقى؟ معظم العلماء يقولوا ما ينفعش تضيف ليه الا بقرآن حتى السنة، ودي لكن ما فيش حد اطلاقا يقول ان ممكن اضيف له، او هو في الواقع هي مش اضافة، هو المذكور في الحديث ده شيء اخر، ولو جملته قوي هتعتبره ايه اضافة. هل يمكن الاضافة على القرآن بهذا الحديث
اللي هو أحسن أحواله أن نقول أنه شديد ضعف، يبقى إذن هذا الحديث موضوع في بحث حديثي يهمنا نتقنه عشان محدش يقول لنا لا أصل انتوا قلدتم الألباني أو حتى قبل منه قلدتم ابن تيمية. لا، هذا كلام الحافظ الذهبي وكلام ابن تيمية وكلام الألباني وكلام الحاكم نفسه. لو يعني أنا اختصرت الجزء اللي الألباني جايب لنا فيه كلام الحاكم على عبد الرحمن بن زايد بن أسلم نفسه في موطن آخر، مما يدل على أن الحاكم غير رأيه في هذا الراوي أو تذبذب فيه أو تردد، أو قصة المسودة اللي قلنا عليها بقى ما يعني يعني مر عليه لأنه ما كانش بيراعي التنقيح الشديد أملا في أنه إيه يعيد تنقيح الكتاب. يبقى ده مناقشة لهذا الحديث، ويعني معنا ما زال أدلة أخرى يحتجون بها. بنحاول ناخد وقتنا في مناقشة، يعني لو تلاحظوا ان احنا كتير درسنا هذه القضية والشبهات دي ما خدتش مننا مرة ولا حتى نصف مرة، ولا يعني بنعرج عليها بسرعة كده ان اللي بيحتجوا به ان امثل ما احتجوا به اللهم اني اسألك بحق السائلين وهو حديث ضعيف، ولو صح فهو محمول على ان حق السائلين وده يعني في الواقع اللي بيخلينا نضطر ان احنا نحاول نتقن هذا التفصيل، ان البعض بيستثمر ان احنا مش عايزين نضيع وقتنا في نقشة شبهات محسوم انها مخالفة للأدلة الصحيحة وفيها كما ترون من التعسف من المخالف، بس يقولك لا اصل انت خدت موقف تقليد وينزل قوي برتبة الكلام كأن الكلام اللي اخترعه الألباني وهكذا. القدر الإمكان نعرف ونكون على ثقة لا الأمر ليس كذلك، وإن الشبهات التي يحتجون بها لا تثبت سندا، و90% منها إن صح سندا لو افترضنا جدلا صحته سندا لا يفيد ما يقولون. وسيبقى ان ممكن احيانا يعني في بعض المناسبات نضطر برضو ندرس نجمل يعني الكلام اللي احنا بنقوله متشائم، يعني كان نقدر نجمل الرد على كل هذه الشبهات في مرة واحدة او بعبارة جامعة، ولكن قدر الامكان بنحاول نفصل عشان نبقى على بينة ومحدش يستثمر اجمال، مع ان هو اجمال في محله واختصار في محله، بس حتى لا يستغله احد في ادعاء ان هذا الموقف غير محرر وغير منقح. ونحاول نصبر شوية ونعرف شوية تفصيل في مناقشة هذه الشبهات، ويعني نستكمل باقي الشبهات في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.